السلام عليكم الإخوان، بخير، لاباس عليكم. واحد الفيديو قصير ظريف كما شفتوا بالعنوان لا ثقة في ولاد عتيقة، وكنقصد بهم هما السياسية، يعني ماشي كلشي ولكن كاين بعض منهم. كان واحد الأخ بدل الدياسك ديال الموتور، الوراق ديال لومبرياج الموتور، بقى له هو يعني بقى فاشل كما الأول. ملي مشى دا عند سيكليست آخر لقى بأن هذاك السيكليست الأول اللي مشى عنده ما بدل له حتى شي حاجة، صافي قال له راه الامور ناضيه، سير بدل والو تخلص منه للاسف الشديد. وهذه القضيه دي بصفه عامه، يعني اي حاجه داخل الموتور ما كتشافش بالعين، نصيحه مني وقف عليها حتى تشوفها بعينك. يقول لك لا سير واحد نص ساعه ولا ساعه، قول لا يا اخي قدامي. وهذه القضيه ديما كتكرر. واحد السيد واحد المره ثاني نفس الشيء، الزيت باش يبدلو السيكليز قال له سير واحد نص ساعه ورجع، وفعلا ملي رجع قال له راه صافي راه مزيان تخلص منه. السيد حس بان الموتور ماشي هو هذاك، ملي مشى رجع عند سيكليست اخر بقى نفس الشيء، الزيت ما بدلوش تاو. وهذه بصفه عامه في الحياه كامله تقريبا، يعني للاسف الشديد بنادم ولا طمع بزاف، ولا يعني باغي الفلوس باي طريقه، سواء من الحلال ومن الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث لا تقوم الساعه حتى لا يوالي الرجل من اين اصاب المال، من الحلال او من الحرام. وانا وقعت لي شخصيا شحال من مره، واحد المره دزت عند مول الدجاج اللي كيبيع الدجاج، واخترت اكبر في الروج عنده، قلت له صايبوا لي واحد شويه رجع. وفعلا ملي رجعت طالع لي في ميكا، ملي مشيت للدار كنقلب هذاك الفروج كنلقاه صغير مره، فعرفت بانه بدل لي القضيه. يعني هذا الشيء كيوقع، يقدر يكون ما دارش بالعاني، وانما هذا الشيء الاخوان كيوقع في الحياه بصفه عامه. الانسان ما يثق حتى يجرب، تجرب شخص المره الاولى والثانيه والثالثه وتاكد منه فعلا انه ثقه، هاد ديك الساعه دير الثقه كما كيقول. يقول علي رضي الله عنه: اذا كان الغدر طبع فالثقه بكل انسان عجز. إذا كان الغدر طبع فالثقة بكل إنسان عجز. وأنا ديما كنصح الإخوان الإنسان يحاول يتعلم يصلح الموتور ديالو، إذا كان عنده الوقت يحاول الإنسان يتعلم كيفاش يصلح الموتور ديالو ويحلو راسو شوية بشوية الإنسان حتى يتعلم. حنا كاملين كنتعلموا باش يتفادى الإنسان هاد المشاكل كاملة. هذه نصيحة من الإنسان اللي كان عنده الوقت يحاول يتعلم يصايب الموتور ديالو. هذا ما كان الإخوان، انتظروني بالفيديو القادم إن شاء الله. رد على واحد التعليق ديال واحد الأخ كان حيث واحد ثلاثة ديال المواطر، إما البكر وإما السيماتي بروتال وإما سيم